كفر المياسرة قرية صغيرة في دمياط مصر تبعد أقرب مدينة لها بضع ساعات بالسيارة ويثمل الناس من حضارة طريق الحرير في الحقيقة كانت الاتصالات والتبادلات الثقافية بين الشرق والغرب من خلال طريق الحرير القديم أكثر إشراقاً بل وأكثر عظمة ماركو بولو وصل إلى الصين في 21 من عمره وقضى في الصين أكثر من 17 عاماً روعة في حياته وفي عام 1292 أبحر من تشيانجو وعاد لمسقط رأسه في البندقية بعد 3 سنوات بسيره المجهد في الصحراء الشاسعة وعبور البحار الهائجة سار على طريقي الحرير البري والبحري Itay, Ilu.